يا رمضان سلام مرحب، شعب المسلمين رحب، منتظرين بنترهب، زادنا صيامنا ما بنلعب. مرحب بك في كل دار، فرحانين صغار وكبار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج تحنا أو نقول تلاقينا بشة بركة سنة رمضان، أن كجها اللي دونها دي لا يرها لك النقض أحكام تيدا إيو دروس كلا أكو سابسن فضلقة عمل كوناك سن بشة رمضان للي مادة وليهي وعشر كيني كوبات. وحن كجها اللي دونا سيدا أكو سقناتو بشة بركة سنة رمضان. بشي بركيسان اي رمضان باي نوصو قشي وحي نو كهالي دونا احكام تيدا قدبك اوغوه الرئيه او اه سيدا بشاسي اي كسوغناتو. بشي وحي كسوغناتا يثبتو شهر رمضان برؤية الهلال. بشي رمضان وحي كسوغناتا مركلا اركو بلا شدا بشا رمضان، ولو من واحد عدل نين عادل او كلي بها اركي، أو إكمال عدة الشعبان 30 يوما، أما صدنك شعبان أي دمادان والله بدا شرديوي تاريخنا اللي إيقي مايو مهملنا لغو سومي مايو وحا لغو سومي يا مركا بيش الله أركو قف عادي لبها أركي، أما صدنك شعبان أي دمادان ما لنت كوحك تاوا كودي بيش ربادانوي والله بدا عرموت. لماذا الدليل الذي دي بين تلمامي طونا حديث صحيحة أو تلمامي سه؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحوري ترى الناس الهلال تتكبا وحي أركان بشي دل الشدي دي، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بان أور رمي أني رأيته إن أركي رسول الله تتكي نوي أركان أنوان أركي أيان كؤري، فصام النبي عليه الصلاة والسلام وصومي وأمر الناس بصيامه تدكين وحو أمري إني صومان، رواه أبو داود والحاكم وابن حبان وصححاه. ابن عمر لا يكرر على النقضي وحوله تدكين وحي أركين بشي أنا قلنا وان أركي تدكين استوسية وطا بشي وطا 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 أنا وان أركي. تبدنا النبي عليه الصلاة والسلام أيانو إمدبو إلو وحان ورمي إنام بشي أركي. تبدأ النبي عليه الصلاة والسلام وحقاتي وركي ابن عمر عمر خاتل لبات كان مؤران يددكي كل عركية وحقاتي وركي سي وصومي النبي عليه الصلاة والسلام تدكينا وحو أمري إني صومان وركا قف كليوه مسلمة وعادلي هتو عركو بشي والغو سومية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلك إلى يحل صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي أركتي كصوم أركتنا كأفرع، فإن غم عليكم هدي الله إذن كالضبارة فأكملوا عدة الشعبان 30 يوما صدمك شعبان لما يسترع، هو البخاري ومسلم. نبي حل عليه الصلاة والسلام أركتي كأفرع أركتنا كصوما هدي الله إذن كتب ولنا صدنك لما يسترع مركا أركتبا مركا هورا لغو سومية هو بشي الله أركي أركتنا ولغو أفرية هو بشي الله ماتي هدي الله إذن كتب ولنا ونبقى عليه الصلاة والسلام أو ضرورة أما عاد أيدي كقريان وأد أركي ويدان صدنك الشعبان لما يسترع. وحديثك لو عسكنا ايوه ايوه وحوق بضان له
in aragtina lagu soo maayo aragtina lagu afurayo hadii la waayana la dhameystirayo sodonka sidoo kale hadii la waayo ramadaanna de sodonkeeda la dhameystiray mar hadii shacbaan sodonkii la dhameystiray markii la arki waayay ramadaan dhamaadkeeda hadii la arki waayana sodonka iyadana la dhameystiraya taariikhna lagu soomi maayo muhmalna lagu soomi maayo labadaa midna lagu soomi maayo laakiin aragti ayaa lagu soomayaa aragtina waa lagu ciidayaa qaala tarmadi wuxuu yihi waalcamali calaa hada cinda akharu ahlu cilmi xadiiska in aragti lagu afurayo qof qura la qaadanayo ayay culimmada badankoodu ay ku tegeen qaal waxay yihin tuqbalu shahaadatu rajulin waaxidin nin keliya ayaa markhaatigiisa la qaadanaya fi siyaami marka la soomayo marka la soomayo waxaa la qaadanayaa nin keliya hadduu arko oo caadila waa la qaadanaya wabihi yaquul ibnu mubaarik washaafici waaxmed saasay ku tegeen waqaal nawowi wuxuu yihi wahuwa asax waa sida asaxay wacinkaa weeye waama hilaalu shawaal shawaal laakiin bilashadeeda fayuhbitu waxay ku sugnaanaysaa biikmaali ciddata ramadaana alaaiina yowma inay bisha ramadaan soddonkeedu u dhammaado walaa tuqbalu la qaadan maayo fiihi shahaadatu cadlin waaxidin nin keliya markhaatigiisa la qaadan maayo cinda caamati alfuqahaa sida culimmadu ay u badan yihiin way kala qaadeen caamati alfuqahaa bisha bilashadeeda iyo dhammaadkeeda oo waxay dhahaan bilashadeeda waa la qaadanayaa nin keliya laakiin bisha dhammaadkeeda nin keliya la qaadan maayo washtaraduu waxay u shardiyeen an yashhada calaa ru'yatihi ithnaani dhawaa cadli inay ka markhaati kacaan laba caadiliini iyo wixii ka badan ilaa abaa thawr sheekh la yidhaha mooyaane fa innahu lam yufariq fii dalika bayna hilaali shawaal wa hilaali ramadaan isagu wuxuu yihi lama kala saaraayo bilashada iyo dhammaadka waa isku mid weyn waqaal wuxuu yihi yuqbalu fiihima shahaadatu waaxidin cadl waaxidin cadl nin keliyaa la qaadanaya buu labada jeerba laakiin sida jumhuur culamaa ay u badan yihiin waxa weeyaan bisha balashadeeda waxaa la qaadanayaa nin keliya laakiin markay dhammaanayso ee ciidda waa in laba iyo wax ka badani ay markhaati furaan waxay leeyihiin labada jeerba cibaadada loo dadaalaya oo markan hore ramadaan ay bilanaysana cibaadada loo dadaalaya mar hadduu nin qudhi arkay oo caadila waa la soomaya imankana cibaadadii baa loo dadaalayaa nin qura la qaadan maayo waa in laba iyo wax ka badan ay arkaan labada jeerba soomkii baa loo dadaalayaa bay leeyihin laba jeerba waxa dhici karta bay maalinta ciidda mid iska jibooday inuu yidhaahdo bishii baan arkay laakiin dee ramadaan looma jiboodo oo qof aan hubini way yartahay inuu yidhaahdo bil baan arkay sidaa darteed bay labadaa u kala qaadeen waxaana la doonayaa bisha marka ay dhammaato iyo marka ay bilanayso labadaba in lagu dadaalo si loo sugo oo waxaa la doonayaa bilihii ka horreeyey ramadaan in la soo ogaado oo bishii rajab markay bilatay iyo markay dhammaatay bishii shacbaan markay bilatay iyo markay dhammaatay in intaba la ogaado si ay kuugu sugnaato dadaal fara badanna la sameeyo wasaaradda diinta iyo awqaaftu inay marka aada u dadaasho oo culimmadu aada u dadaalaan oo bisha aada loo eego oo dabadeedna markay sugnaato bishii in la arkay dabadeedna la soomo markay sugnaato inay bisha dhammaatayna in la ciido haddaba culimmadu waxay isku khilaafeen ikhtilaafu mataalic mataalic iskhilaafsan oo waddamadii muslimiintu maadaama ay ballaadhan yihiin kala fog yihiin muslimiintiina ay maanta caalamkii ku faaftay dowlad kasta oo maanta jirta dad muslimiin ay joogaan ma mataalicdaa loo eegayaa qolo walba waxa la leeyahay marka waagu u baryay iyo markay bisha arkaan un ha soomaan oo markay arkaan un ha ciidaan mise aragti qura ayaa loo eegaya dahab aljamhuur waxay ku tegeen jamhuur culamaa
إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع إن أنا وح اعتبار أي وح وح كسوق هذا أنا لهين مطالع ذكر القدس المطالع ذن وحويا عدي مر على عد وصوب واجو أود بريو هلا إذا أنت صار تكون مطالعة مرنا قبل قوة دعوه وعالم كيم كوكل فجادو أنت أنت صار ساعدات عيالك كله هرية ستة ساعدات عيالك كله هرية ين كبدن مركا تز وارجونا وقت وما ود بريو قبل خنا مر وما ود دعيو مركا صدق بدنا إلى حتى من حال جي ليا واجا أنو ود بريين إني قبل كان ود دعينين تبدنا تشوفون عمر واحد أنا أحبلك سوق قادم مايو ما ترى الهلال أهل البلد مركا أي بش أركان ضد مسلمين أو وطن كنور وجب الصوم صوم كوح كواجب على جميع البلاد وطن ماذا كلا أو دنع مسلمين تاع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أي أدليل صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي نبي يقول أركتنا كأفورة أركتنا كصوما صوموا كصوما بالليل و جمعوي صوموا لرؤيتي أركتك صوما أركتنا كأفورة وهو خطاب العام خطاب كاسي وعاموي لجميع الأمة ومطورنا أيو عميمية فمن رآه نك أركاء منهم يجا كمدا في أي مكان ملك استوء جوغ كان ذلك رؤية لهم جميعا أركتبه أوضا نقوني سألمانتود إلا النبي عليه الصلاة والسلام سي كود بو لحظة ومضي يوردن أو اسكود دوبان بو لحظة مركا دبن نحو لمر هدا أركتان صوما مركا متكلي هديو أركو ملك استوء كنولي هاي وطمدا كلا أردن تاسا عرقتي أنه قنيسا ومسلمين تو حويا ومتكليوي وأمة واحد دين تو دنوا مد الله دنوا واحد وألك لي أي عابديا سادرتي أي لدوني أمر قرآن وضع الصومان مر قرآن وضع فران مركات شمر العلماء يقول ساسي كتغي ولماذا قارب أوح إليهم سيد الشيخة إكرمة يا قاسم بن محمد يا سالم يا إسحاق يا سيدة صحيحة عند الأحناف يا سيدة لدورتي عند الشافعي أنه يعتبر والاعتبارنا يا أحبا لقصة وقاضي يا بيده لكل لأهل كل بلد رؤيتهم بلد كستعرق تدو ذا لو إيقيا ولا يلزمهم رؤية غيرهم غير كودنا لقول لأسمين ما يعرق تدع يعركين واحد دليشان يعني لما رواه كريب سيدة ورنا يا كريب حديثك أحمد مسلم يترمذ عيسو سارين قال وحول لي قدمت الشام شام بان كايمت واستهل علي هلال رمضان وحايقو بلطي بشي رمضان وأنا بالشام أنا شام جوغة فرأيت الهلال ليلة الجمعة بشي وحن أركبه وحن أرقني بولي وحن أركبه بولي بشي هبين كي جمعه ثم قدمت المدينة مدينة أيانمت في آخر الشهر في آخر كيدي أياني مت فسأل ابن عباس بأي ويدي ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال وي ورايستو بشي بيو ورايستو ودك بيو ورايستو مركو وركي سودا ميور بل بشي نكورن كور ما بشي أركتين فقلت وحن كوري رأيناه ليلة الجمعة وحن أرقنيها بين كي جمعة فقال وحن أنت رأيته ماذا أركي ولبصيه بنيا فقلت وحن نعم أنا أركي ورآه الناس كلقي قرآن ما هيددتكنا واي عركين وصاموا واني صومين وصاموا معاوية معاوية هو أمير كي مسلمين تاهينا وصومي فقال مركا ابن عباس وحولي لكننا رأيناه ليلة السبت لكن أنه بشي وحن عرقناها بين كي السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 كسولي مينا إنا نصومنا إلا نصدن كرما يستيرنه أو نراه أما أن عرقنه فقلت وحن كود على تكفيني ميانك وقف الليل رؤية معاوية وسيامة معاوية أركتدي سيسون كيسو ميانك وقف الليل فقال حول الله هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قلنا أمرين وأمر كانوا بشا أرقنا إنا نصورنا مر كانوا أرقنا إنا نعفرنا ومر كانوا أصوموا لرؤية وأفتلوا لرؤية بو يلي مر كانوا أرقنا بان سومينا مر كانوا أرقنا وأنو أفرينا مركا والله وضع قول
لكن وحا حوق بدن قول كا جمهور كو اي كو تغي او اه ددك مسلمين تا مر حد ميل كميدا لغا اركو ان انت كلو دمي اي كو راعان مخا ييلاي وقتغان ام كلا جوغنا سوره قلب ما نكونايسو ان مسلمين تي او ما انت عالم كلا فريداي او قحونتي يو جب كو دحايو ميل ولبا كا دحداي او عالم كا قالي اسلام وح waddanun la yiraahdo dad muslimiin ay joogan wadan kasta caalamka waxa maanta wadan ka jira wadan kasta dad muslimiin ba jooga dadka muslimiinta ee wadamada gaalada ku noolna suuragal ma aha in dabishi ay wada arkaan cid u eegaysa iyo cid u ilaalinaysa midna ma jirto dir qibaab ay bisha ku ogaan karaan ba oo bilay arkaan iska daayo cadceedaana qaar aragba baraf ba ku fadhiya ama saacada yar ayun ba meel yaro iyadoo ka bidhaamaysa ay cadeeda arkaya bilna hadalkeed badaa marka de suurta galba ma noqonaysa in qof walba la yiraahdo halka uu ku nool yahay markuu arko una ku soomo qowlka marka muctamadka ah ugu fiican waxa weeyaan in marka lagu soomo wadamada muslimiinta sida xarameenka oo kale marka laga arko ee ay sugnaato in dhammaan dadka muslimiinta ah oo dhamma ay raacaan innagana alxamdulillah de waxa weeyaan waxaan ku noolnahay muslimiinta bartankiisi baynu ku noolnay ama caalamka xuduntiisi iyo xarameynkii baynu la madaalicnahay oo aan waxba baynoo jirin saa darteed marka ay sugnaato ee wadamada muslimiinta ah ee nagu wada xeeran ee aynu isku wada madaalicdanahay marka ay arkaan ee ay sugnaato ayaynu soomaynaa waxaana la doonayaa innaga lafteenu inaynu dadaalno oo wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo culimmaduba ay dadaalaan oo dadka ay goor hore u sheegaan inay bishii bilatay iyo inaanay bilan mar hore in la ogaadaa la doonaya taan dadku seexanba in warku caddaado oo iclaamka laga sheego oo wasiirka diinta iyo awqaaftu iclaamiyo oo wasaaradda diinta iyo awqaaftu ay dadaalaan culimmaduna meel kastoo joogaan gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka meel kastoo ay joogaan iyaguna ay dadaalaan maanta telefoonaa la haystaa isgaarsiintiibaa fudud qof waliba si yar buu ogaan karaa tvgaad ka ogaan kartaa oo idaacaddaad ka ogaan kartaa oo telefoonkaagaad ka ogaan kartaa oo culimmadiiyo meel walba joogto oo aada la xidhiidho ayaad ka ogaan kartaa maanta lama odhan karo bishii maan arag iyo ma ogi midna suuragal maaha lagaa dhegaysan maayo marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ina soo gaadhsiiyey oo nabadgelyo caafimaad nagu soo gaadhsiiyey bishii barakaysnayd ee rabadaan marka inaynu ku dadaalno oo aynu u diyaar garowno ayaa la doonayaa waqti kulul baynu ku jirnaa waqti abaara-a baynu ku jirnaa waqti dadkeenna aada u busaaradsan yahay baynu ku jirnaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu ka baryaynaa inuu abaaraha iyo busaaradda iyo dhibaatada maanta ayna haysata in ilaahay subxaana wa tacaala ay naga saaro barakada iyo fadliga bishaa barakaysan ee rabadaan marka bisha rabadaan soo gashana arladoo dhan way qabowdaa oo roobka ilaahay subxaana wa tacaala shubaayo naxariistiisa oo busaaraddaa kacda waxla waxaa maanta isku wada dhalaalay oo dhan baa kala wada dabca marka ilaahay subxaana watacala waxaynu ka baryaynaa bishaa barakaysan ee rabadaan inuu naxariistiisa inagu manaysto roobka roob caama ilaahay subxaana watacala inoo shubo naxariistiisa ilaahay subxaana watacala inoo shubo inagu manaysto ilaahay subxaana watacaala naxariistiisa iyo fadligiisa ilaahay subxaana watacaala innagana waxaa loo baahan yahay walaalayaal maadaama bishii barakaysan ee rabadaan inoo soo gashay inagu aada iyo aada u dhibaataysan baahan waxaa la doonayaa inaynu toobad keenno inaynu diyaar garowno inaynu camal wanaagsan ku dadaalno inaynu ilaahay gacmaha hoos dhiganno bishaa barakaysanna soonkeeda aynu ku dadaalno busaaraddana way iska tegi iyo dhibtan iyo kadeedkan aynu tabanayna markay bishu soo gashay ilaahay subxaana watacala wuu inaga fududaynaya oo wuu inoo sakhiraya insha allahu tacaala ee inaynu bisha ku dadaalno dad fara badan ba markay bisha rabadaan soo gasho way cawdaan iyadoo aan abaariba jirin iyadoo aan busaaradiba jirin iyadoon sixir bararkani jirin ayay wada caban jireen oon jira bishii rabadaan baa noo soo gashay annagoon waxba haynin annagoon ku talagelin annagoo maaragtay aan tabaabushaysan maantana maxaad u maleen maantana dad fara badan baa dee cudurdaar iyo soo qadimi doona marka cudurdaaradaasoo dhan inta la iska dhigo waxaa la doonayaa in bishaa barakaysan aynu u dadaalno inaynu markaa soonkeeda iyo camalkeeda wanaagsan sidaynu ugu diyaar garoobi lahayn sidaynu ugu dadaali lahayn aynu guntiga dhiisha iskaga dhigno ilaahayna subxaana watacaala hadduu inagu soo gaadhsiiyey bilowgeedii ilaahay waxaynu ka baryaynaa
inuu dhammaadkeedana ilaahay subxaanah wa tacaala inuu ina gaarsiiyo ayaynu ilaahay subxaanah wa tacaala aynu ka baryaynaa. Ilaahayna ha inoo fududeeyo bishaa barakaysan Ramadaan, dembidhaafkeeda iyo naxariisteedana ilaahay subxaanah wa tacaala hayna siiyo. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ya Ramadan salam marhab, shacab almuslimin rahab, منتظرين بنترحب، زادنا صيامنا ما منلعب.